أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهدي سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام والحضور الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحن في العقيدة مع كلمة التوحيد. كلمة التوحيد التي هي قاعدة الدين وأساس الإسلام، وهي التي يقوم عليها بناء العقيدة، وترتكز عليها التكاليف والفرائض، وبها تصح العبادات، وتستمد منها الحقوق والواجبات. القاعدة التي يجب أن تقوم أولا قبل الدخول في الأوامر والنواهي، وقبل الدخول في التكاليف والفرائض، وقبل الدخول في الأوضاع والنظام أو الشرائع والأحكام، يجب ابتداء أن يعترف الناس بربوبية الله وحده لهم في حياتهم، كما يعترفون بألوهيته وحده في عقيدتهم. لا يشركون معه أحدا في ألوهيته، ولا يشركون معه أحدا في ربوبيته. كذلك يعترفون له وحده بأنه المتصرف في شؤون هذا الكون في عالم الأسباب والأقدار، ويعترفون له وحده بأنه المتصرف في حسابهم وجزائهم يوم الدين، ويعترفون له وحده بأنه هو المتصرف في شؤون العباد في عالم الحكم والشريعة كلها سواء. اعتراف بهذا كله، وتوحيد خالص في هذا كله، وبعد عن شوائب الشرك في هذا كله، في ربوبية أو ألوهية أو أسماء أو صفات أو ذات، في حاكمية أو في تشريع، في عبادة أو في عمل. الشرك هو جريمة الجرائم وكبيرة الكبائر وفاحشة الفواحش، وأول منهي عنه ومذموم في كل دين ورسالة وكتاب. إنها، أي لا إله إلا الله، تنقية الضمير من أوشاب الجاهلية، وتنقية العقل من أوشاب الخرافة، وتنقية المجتمع من تقاليد الجاهلية، وتنقية الحياة من عبودية العباد للعباد. إن الشرك في صوره هو المحرم الأول، لأنه يجر إلى كل محرم، وهو المنكر الأول الذي يجب أن يحشد الإنكار كله له، حتى يعترف الناس أنه لا إله إلا الله، ولا رب لهم إلا الله، ولا حاكم لهم إلا الله، ولا مشرع لهم إلا الله، كما أنهم لا يتوجهون بالشعائر لغير الله. هذه مقدمة تحتاج إلى شيء من التفصيل، ونحن نشرح لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله كفر بالطاغوت، إلا الله إيمان بالله. ونحن نقول لا إله التي هي الكفر بالطاغوت، وقد بينا معنى الطاغوت والآيات التي دلت عليه، وذكرنا نماذج من عبادة الطواغيت: الحجر والشجر والبقر والنار والنجم والشمس والقمر وصنوف من البشر. قلنا من أوائل ما عبد من دون الله كانت عبادة الحجر، الأصنام أو الأوثان، أي قطعة حجر تصلح أن تكون ربا يخلق ويرزق، وهي التي لا تسمع ولا تنفع، لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر. ومن عبادة الحجر إلى الشجر، مهما كانت الشجرة عظيمة فكيف تعد إلها، وكيف يسترزق بها ويتبرك بها. أو عبادة النار، نار تدمر وتحرق
يعتقد فيها أنها إله يخلق ويرزق، وكذا عبادة مثلا البقر كما هي عبادة الهندوس إلى يوم الناس هذا، عجل بقر مهما زاد لحمه وشحمه وحلى لونه وغلى ثمنه يصلح أن يكون ربا؟ ما الذي يوضع في أطباق الآكلين إذن؟ ومن ثم فجماعة السياسيون في البروتوكولات ينتبهون، لو أن الزيارة لناس من الهنود مثلا جاءوا إلى بلاد العرب يزورون مصر يزورون تونس، لابد أن يراعى أنه لا يقدم لهم في الطعام البقر أبدا، وإلا تنقطع العلاقات وينسحب السفراء وربما يكون هناك حرب ودمار. لماذا؟ كيف تطعمه إلهه وربه الذي يعبده؟ وهناك نراهم يعظمون هذا الإله المبجل وهو يمشي في الطريق تضاء إشارات المرور الحمراء حتى يمشي الإله آمنا، يدخل مطعم يأكل ويشرب وبعدين يكسر أثاث المكان ويقال اليوم حلت عندنا بركة الآلهة، وأشياء يعني لا تتفق مع عقل ولا منطق ولا مسحة عقل أو دين يعني. فلا حجر ولا شجر ولا بقر ولا نجم ولا شمس ولا قمر، عبادة الكواكب اللي أبطلها سيدنا إبراهيم وهو يقول للعبدة الكواكب يأخذهم على طريقة التدرج، هذا ربي النجم إذا ربي، طب والقمر، طب الشمس ما شاء الله الشمس كبيرة وحلوة، هذا ربي هذا أكبر. طبعا كان سيدنا إبراهيم قال لهم الإله لا يغيب، فكان كل شيء يغيب والخلاص ده ما يصلحش أن يكون إله، لا يصلح. وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. بعض المفسرين ما يقول هذا ربي على طريقة الإخبار وإنما على طريقة الاستفهام، والاستفهام في اللغة العربية يمكن فيه حذف الهمزة اكتفاء عنها بالنبرة، هذا ربي بدل أهذا ربي، فإذا قلت هذا ربي أنا بسأل، وإذا قلت هذا ربي أنا أخبر. فلعل إبراهيم كان يقول هذا ربي أو لعله من باب المداراة هذا ربي، فلما أفل غار قال لا أحب الآفل، فلما رأى القمر بازغا، قمر جميل احنا بنغني للقمر عندنا في مصر، هو يما القمر على البال يغنوا للقمر وبتاع طيب القمر جميل فعلا هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي، شوف بقى يعني بدأ يأخذهم بالراحة كده بالتدرج، لئن لم يهدني ربي رب الحق الذي أنا أعبده، لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. باقي من الكواكب اللي بتعبدوها جمع الشمس، ولا الشمس دي مش نور بس، دي نور وضياء وحرارة ومنافع. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت غابت خلاص قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. كانوا متفقين على هذا، لكن برضو التقليد يغلب والطبع يغلب التطبع. وحاجه قومه، انت ضحكت علينا يا إبراهيم، انت قلت لنا المهم ما يغيب وهم غابوا يبقى كذا انت بتبطل آلهتنا. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداه. سبحان الله، مع وضوح هذه الآيات نجد من المثموس عليهم من يقول إبراهيم وقع في الشرك وهو يقول عن الكوكب والقمر والشمس هذا ربي. فإبراهيم وقع في الشرك، إبراهيم يعني إمام التوحيد الذي سماه الله أمة لأنه قاد الدنيا للتوحيد. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وكان
وبعدها الله عز وجل يأمر النبي محمد عليه الصلاة والسلام بأن يكون على غرار أبيه إبراهيم عليه السلام. طيب ونحن في الآخرة من الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ومع ذلك سبحان الله نجد من يقول لا والله إذا كانت زلة من زلات إبراهيم. لا أبدا أبدا، ده أول الآيات وكذلك نوري إبراهيم، وآخر الآيات وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم. يبقى إزاي يعني إبراهيم جاء بهذا من عندياتي يعني. وحاجه قوم قال أتحاجوني في الله وقد هداني ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علم أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. فسرها النبي عليه الصلاة والسلام أي بشرك، لما جاء في الحديث لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم شق ذلك على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه؟ قال ليس ذاك، إنما هو ما قاله العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أراد بالعبد الصالح لقمان عليه السلام. يبقى ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم أي بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يبقى الأمن الحقيقي مش الأمن يعني الفزع اللي بيسموه أمن في بلاد المسلمين. يبقى ولا عبادة كوكب ولا نجم، لا نجم ولا شمس ولا قمر، ولا عبادة صنوف من البشر. صنوف من البشر أخذوا أطوارا وأشكالا مختلفة، مرة في صورة ملك من الملوك الظلمة، ومرة في صورة نبي من الأنبياء، ومرة في صورة فرعون من الفراعنة، ومرة في صورة ولي من الأولياء، يعني إما ملك من الملوك أو فرعون من الفراعنة أو نبي أو ولي. الولي دي عندنا احنا الأيام دي كتير. فنأتي إلى صورة الملك من الملوك. مين الملك؟ كان النمرود. النمرود ملك الدنيا هذه بأسرها. المؤرخون والعلماء اللي كتبوا في الأمم السابقة وقصص الأنبياء والرسل يقولون الذين ملكوا الدنيا أربعة، اثنان مؤمنان واثنان كافران. أما الكافران فالنمرود وبختنصر، وله اسم آخر نبوخذناصر. النمرود هنعرف قصته. بختنصر هذا اللي هو كان عذب اليهود في وعد أولاهما، والمؤمنان ذو القرنين وسليمان، معلومة. طيب النمرود هذا ملك الدنيا، فلما ملك الدنيا ظن أنه شيء. أنا الدنيا كلها تحت أمري وطوعي إرادتي وكذا. طمام أقول مثلا أنا إله. المشكلة في من يدعي الألوهية أنه يجد من يوافقه، وافقوه الناس فادعى أنه إله. بما أنه الدنيا هو يملكها الملك، ده جزء من معاني الربوبية صحيح. يعني لما نقول مثلا الرب هو الخالق الرازق المالك الحاكم السيد المتصرف، طب أنت يا نمرود ممكن تكون حاكم أو ممكن تكون مالك، يعني مالك وملك مجازي وليس حقيقي. طب لكن أين أنت من الخلق؟ هل أنت خلقت الدنيا؟ وهل أنت رزقت العباد؟ وهل أنت تستطيع التصرف في الأقدار؟ يعني تعمل أي حاجة في الكون زي ما سيدنا إبراهيم تحداه أنه يحول مسار الشمس من المشرق للمغرب، أو يقول لها لا تشرق اليوم أو لا تغرب الليلة؟ لا، أنت يعني لمجرد أنك أنت بتحكم الدنيا خلاص بقيت إله.
فصار الناس يقولون عن النمرود إنه إله. مين في هذا الوقت بينادي بالتوحيد؟ سيدنا إبراهيم. فراح يرفع صوته معلنا عن التوحيد، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. طب دي فيها حاجة؟ الزبانية للزبانية النمرود قبضوا عليه وقالوا تعالى أنت إرهابي تقول لا إله إلا الله، لماذا لا تقول لا إله إلا النمرود؟ زي ما كان بيقبض على شباب في سوريا إلى يوم الناس هذا، لماذا لا تقول لا إله إلا بشار؟ تخيل، يعني شوف بين النمرود وبشار كم من القرون، قرونا بين ذلك كثيرة، كلا ضربنا له الأمثال وكلا دم يعني تبرنا تتبيرا. لكن سبحان الله لما التاريخ يعيد نفسه، لا إله إلا النمرود هؤلاء، لا إله إلا بشار. والذي ينادي بالتوحيد سيدنا إبراهيم، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إرهابي أنت، إرهابي أنا عشان أقول لا إله إلا الله أصبح إرهابيا؟ وقبضوا على سيدنا إبراهيم وقالوا للنمرود الحق، واحد من الرعية يقول لا إله إلا الله، قبض على سيدنا إبراهيم وكتفوا إيديه وراء ظهره، وقف أمام النمرود عشان النمرود يسأله ما اسمك أنت؟ قل له إبراهيم ابن تارح. وعلى طريقة أمن الدولة عندنا أنت التزمت إمتى؟ قال له منذ أن ولدت، أنا مولود على الفطرة، مولود على التوحيد. ماذا تقول وإلى ما تدعو؟ لا إله إلا الله. قال ألك رب غيري؟ قال لا إله إلا الله، ربي وربك الله، ربي وربك الله. زائد أنا اللي بحكم الدنيا هذه. قال له ربي وربك الله. قال أنا أقول لك يا إبراهيم أنا ربك. قال ربي الذي يحيي ويميت. قال ربك الذي يحيي ويميت؟ طب ما أنا أيضا أحيي وأميت. المفسرون يعني يا ترى ده هو اللي حصل ولا ده اللي هم بيستوحوه من الخيال؟ طيب هاتوا لي واحد محكوم عليه بالإعدام يدوا له براءة، هذا ميت أحييته. هاتوا لي واحد من الشارع بريء احكموا عليه بالإعدام، هذا حي أمته. قال له لعب العيال اللي انت فيه ده يا نمرود، هي الإحياء والإماتة بلعب العيال اللي انت تعمله ده؟ محكوم عليه بالإعدام يدي له براءة، ومحكوم عليه وبريء تدي له حكم إعدام؟ ده لعب عيال، ده الإحياء والإماتة، ده ربي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ربي كذا وكذا. وقاعد سيدنا إبراهيم يشرح له، طلع غبي ما بيفهم، بس يبدو مش لوحده، كلهم كذا ولا إيه؟ آه طويلة. قال له سيدنا إبراهيم لما لقى غبي ما بيفهمش، قال له بقول لك إيه، أنت شايف الشمس ولا أعمى ما بتشوفش؟ قال له شايف الشمس. قال له ربي يأتي بالشمس من المشرق، أنت عامل فيها رب إله، تستطيع تأتي بها من المغرب؟ ها؟ فغرفاه فانجل عينيه وقال لا أستطيع، عجز عجز. وهو قول الله تعالى أو كالذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. بهت، عجز. والله وانا متخيل انه الناس اللي جالسين يشاهدوا المناظرة اللي تمت ما بين سيدنا ابراهيم والنمرود، شوف ابراهيم غلب النمرود، ابراهيم النمرود، النمرود طلع نمرود، النمرود طلع ولا حاجة، النمرود اللي احنا بنعبده على انه اله ما بيفهمش حاجة، قاعدين يضحكوا عليه. هو اغطاس، حب يحمي ماء وجهه، حافظ على ما تبقى من ماء وجهي. قال يا إبراهيم
نعم نعم يا نمرود، قال له هو ايه اللي انت بتقول عليه ده، شمس وقمر واحنا بنغني هنا؟ هنا يا ابراهيم البقاء للاقوى، البقاء للاقوى. قال له اه. قال له مش انت لك رب؟ قال خلاص قل لربك يحاربني وانا حاربه، اللي يغلب هو الرب. والله المفسرون ذكروا هذه القصة في أواخر سورة الحج في الآية التي سأذكرها إن شاء الله، وأن الله عز وجل قال لإبراهيم قل للنمرود يجمع جيشه. تخيلوا رجل يملك الدنيا بأسرها، جمع جيشا ملأ الصحراء وضاق بهم الفضاء، وقف ينتظر جيش رب الأرض والسماء. وإلا كل شوي ها يا إبراهيم أين جيش ربك يا إبراهيم؟ قل له اصبر. أين جيش ربك يا إبراهيم؟ اصبر. وإلا جيش ربنا ينزل صواريخ سماء أرض عبارة عن ذباب، حاجة تليق بجبروت النمرود، حاجة تجعله يعني يفصح عن كبريائه كما يريد. انت متكبر؟ طيب الجيش الذي يكافئك خذ الجيش من الذباب. وجيش الذباب يشتغل على الجيش، جيش النمرود، وكل واحد نزل له ذبابه مسومه معلمه، انت لهذا الشخص. بس الذبابه اللي نازله للنمرود واخده درس خصوصي، انت انت ما تموتيش النمرود على طول. النمرود لا يموت كده مباشره مثل بقيه الجنود، انما اعملينا مع النمرود ليله حمراء. عارفين الليالي الحمراء؟ انت تغني له ترقصي له، بس الليله الحمراء دي هتنقلب في الاخر سودة. ليله حمراء تدخلي في منخار النمرود وتغني، تغني له شويه شويه، وعلى نحو ما بيقولوا عندنا في الاغاني، غني لي شويه شويه خذ عيني، غني له واديله موسيقى من الزن بتاعك المتين، وانتوا بتغني كمان اديله اسمهم ايه، نمرتين حلوين رقص، وغني وارقصي، وكل ما ترقصي ادخلي لجوه، ادخلي لجوه، اطلعي لفوق، ادخلي على النخاع، على المخ، على النخشيش، وهي تغني يا الله وهو بعيد عنكم. طب مش بتغني ترقص انت ولا تطبل ولا تسقف؟ ابدا. طار لبه وذهب عقله، ويقول لمن حوله ممن لا يزالون على قيد الحياه اعملوا اي حاجه، طلعوا مني الذبابه دي خليها تطلع. طب ازاي؟ ما فيش آلات كذا، باللي في ايديكم، باللي في رجليكم، اللي في ايده مرزبة يضرب، واللي في رجله اعزكم الله نعلي يضرب. ضربوه بالمرازب وبالنعال حتى مات تحت وطأة النعال النجسة الباغية، قال الله وبه ضرب، قال العلماء وبه ضرب الله المثل في قوله تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. وغار النمرود انتهى، مات هلك تحت وطأة النعال.
هذا يصلح أن يكون ربا؟ ومن النمرود إلى فرعون. النمرود له آية واحدة في القرآن التي تلوتها آنفا في سورة البقرة، لكن فرعون في قصة سيدنا موسى له آيات كثيرة جدا جدا، وأطول قصة ذكرت في القرآن هي قصة سيدنا موسى. ولأنه دول بنو إسرائيل، المهم أريد أن أختصر القول اختصارا في قصة فرعون. الذي فرعون ما ملك الدنيا مثل ما ملكها النمرود، فرعون ملك مصر فقط، مصرنا نحن التي إليها ننتمي، اللي بيقولوا عليها أم الدنيا وهتبقى قد الدنيا، وديكوا شايفين بقت إيه. مصر أم الدنيا صحيح، لأنه كانت شيئا عظيما. مصر من أيام سيدنا يوسف كانت السلة الزراعية اللي بتطعم العالم 7 سنين، 7 سنين، والقصة معروفة في سورة يوسف. وكانت مصر غير متقزمة، يعني ليست بهذه الصورة اللي هي النهاردة تقزمت، لا، ده كانت بتصل إلى منابع الأنهار في أثيوبيا، اللي النهاردة أثيوبيا عملت السد وملأته مرة واثنين وثلاثة، وعاوزة تحرم مصر من المية، يمكن بعد كده يبقى بالفواتير. وطبعا كانت مصر ممتدة لغاية فلسطين الشام، وكانت ممتدة شرقا وغربا، وكان فيها أنهار، اللي في النهر اللي في سيناء والنهر اللي في الصحراء الغربية، غير النهر الأبيض والأزرق وغير نهر النيل. ولذلك فرعون في أول أمره ماذا يقول؟ أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ أنهار؟ احنا اللي بنشايفينه لغايه دلوقتي هو نهر النيل، وقرب ينشف قرب يجف، لا، كانت انهار. ولان السودان بما فيها من نيل، بما فيها من نهر ابيض وازرق، كل ده كان تبع مصر، ومنابع النيل اللي في اثيوبيا كانت تبع مصر. فلهذا فرعون قال وهذه الانهار تجري من تحتي. طبعا الخير اللي في مصر يخلي اي حد يعني ممكن والعياذ بالله يصاب بالغطرسه والغرور، خير كتير قوي في مصر، طول عمرها مصر مليانه خيرات ولغايه النهارده، لكنه منهوب. ده واحد اسرائيلي عامل رساله خلاصتها انه اغنى دوله في العالم مصر. قالوا له ازاي؟ طب ما احنا كمصريين عارفين البير وغطاها واقل مرتبات للمصريين وكذا. قال أي دولة في العالم لو سرق منها ما سرق من مصر كانت تعلن إفلاسها منذ أمد بعيد، لكن ومع ذلك مصر لم تعلن إفلاسها بعده. مصر تعوم على بحيرة من البترول، محدش طلعها، محدش طلع البترول ده عشان مصر تبقى غنية. والجبال اللي من الذهب اللي منها مثلاً اللي بيسموه منجم السكري، الايه السكري ده ولا ايه، سكري ولا سكري، لعله سكري. وطبعا حد يشوف ولا غير يعني غير الاثار والحاجات اللي هي لا تقدر بمليارات. فمصر خيراتها كثيره، ده عمل من فرعون انه يبقى متغطرس. فاستخف قومه فاطاعوه. والمصيبة دي موجودة فينا كمصريين لغاية النهاردة، مش احنا اللي غنينا له؟ تسلم الايادي، الدماء بتراق في كل مكان وبتسلم الايادي. طب وده يجي ازاي الا اذا فاستخف قومه فاطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين. اي والله، راح فرعون عمل فيها اله وقال ما علمت لكم من اله غيري، وقال انا ربكم الاعلى، ادعى الألوهية. طبعا ده كان نهاية الظلم والصلف الفرعوني انه يدعي الألوهية. مرة من المرات هذا الإله المزعوم ينام
يشوف رؤية منامية يسأل عنها الزبانية بتوعه الحاشية، زي حكاية لما الملك حكى رؤية للحاشية اللي قالوا لهم إني أرى 7 بقرات، وقالوا له وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. برضو فرعون يعني علم الرؤى ده وتأويل الرؤى قديم، والقرآن يهتم بيه وذكره. شوف لما قصة سيدنا يوسف أولها كده: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيته لي ساجدين، وفي الآخر يقول له: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل. هذه القصة من أولها لآخرها تأويل رؤية. ففرعون رأى رؤية منامية فسرها له الحاشية الملأ بتوعه إنه سيزول ملكك يا فرعون. طبعا انت اعمل اي حاجة بس يعني عشان يزول الكرسي من الحاكم، دي حاجة لا يعني الا الكرسي. فقالوا له سيزول ملكك على يدي، وبعدين فسروها له ايه: صبي او فتى من بني اسرائيل، فتى من بني اسرائيل يزول ملكك على يدي. طيب انتوا فسرتوا الرؤية، طب قولوا لي المخرج بقى. واتعمل اجتماع طارئ، عاوزين مخرج للمصيبة اللي احنا فيها دي. ما هو كلهم هتفوا قالوا له نموت كلنا وتعيش انت، انت اللي هنا وانت اللي هناك، مش مشكلة الشعب، الشعب كله يموت بس انت تعيش. زي ما كانوا عاملين نكتة عندنا على أيام مبارك إنه الشعب بيودع الرئيس وقاعدين على إنه هو ماشي يعني، فيقوم الرئيس بيقول هو الشعب رايح فين؟ مش هو اللي رايح فين، لا الشعب رايح فين. فقالوا له أنت يا فرعون أنت اللي تبقى والشعب مش في 60 داهية. طبعا كانت بنو إسرائيل سكنوا مصر من أيام سيدنا يوسف لما قال لهم وأتوني بأهلكم أجمعين، بس المصري مصري والإسرائيلي إسرائيلي، يعني عامل تفرقة بينهم. وربنا بيقول كده في أول سورة القصص: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم اللي هم بني إسرائيل، لغاية لما بدأ في حكاية يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. فهنا لما سألهم عن نعمل ايه في حل المشكلة، قالوا له نقتل أبناء بني إسرائيل. نقتلهم؟ اقتل الرجال واستحيي النساء. إجماع؟ إجماع. موافقون؟ منافقون، زي مجلس الشعب عندنا في بلادنا. وبدأ تنفيذ القرار نقتل أبناء بني إسرائيل. طب أبناء بني إسرائيل دول اللي بيخدموا في البلد، خدمات الخطيرة والكبيرة والثقيلة عليهم، وتمضي السنوات وأجيال بتذبح أو تقتل، ومن الظلم يعني أمة لسه والدة ينتزع ابنها من أحضانها وياخدوا الولد يذبحوه قدام عينيها، ما فيش مشكلة. احنا الحكومة، احنا الدولة، يعيش الفرعون. الجيل اللي كان بيخدم كبر، ما عادش يقدر يخدم، وجيل جاي ما فيش، كله أول بأول مخلصين عليه. طب احنا عاوزين شباب يخدم، البلد محتاجة طاقة، طاقة شبابية. طب وبعدين نقعد نعمل اجتماع نحل المشكلة دي ازاي؟ والله شوف الحل يا اخي عندهم، قالوا نقتل ابناء بني اسرائيل سنة ونستبقيهم سنة، والسنة اللي هنستبقيهم فيها هيطلع لنا منها الجيل اللي احنا عاوزينه في الخدمة وفي القوة وفي الجيش وكذا. طيب سبحان الله، وده حل.
طب ما السنة اللي هنستبقيهم فيها ممكن يطلع فيها الولد اللي هيزول ملك فرعون على ايده. لكن شوف الغباء لما يوصل لمرحلة انه ما يكون معاه أدنى تفكير. والأعجب من هذا الإرادة الإلهية انه السنة اللي هنستبقي فيها الأولاد يولد هارون، والسنة اللي بعديها لا نذبح فيها الأولاد يولد موسى. لو أنا وإنت نقول طب ليه يا رب، استغفر الله العظيم يعني. طب ما كان يتولد موسى مع هارون توأم، إيه المشكلة؟ طب ما يتولد هارون السنة دي اللي تولد فيها، وبعدين يا رب عد السنة اللي بيذبح فيها الأولاد والسنة اللي بعديها بتاعت العفو يذبح يولد موسى. يا رب بعته في سنة الذبح. يا الله على الإرادة، عجب. لا هيتولد موسى في السنة اللي بيذبح، مش انت يا فرعون ليك كام سنة بتذبح الخليقة عشان ما يطلعش الولد اللي هيزول ملكك على يديه؟ طيب وكمان عملت سنة عفو وسنة ذبح، في سنة الذبح هبعت لك موسى. وأغرب من كده كمان انك انت اللي هتربيه. يا الله يا الله، انت اللي هتربيه. والقصة معروفة ازاي ان ربنا طمن ام موسى، فأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجعله من المرسلين. فالتقطه آل فرعون، هي ترضعه وتحطه في اليم وبعدين مش يسبح مع التيار، لا يسبح ضد التيار وينزل على القصر الفرعوني، يقف قدام الحديقة بتاعة القصر، البنات الجواري اللي قاعدين في أمام القصر ينظفوا ويعملوا صندوق صندوق، الله يفتحه طفل جميل يا مولاتي، اللي هي مين مولاتي؟ سيدة القصر الأولى آسية بنت مزاحم زوجة فرعون اللي ما خلفتش أولاد. تشوف الطفل وجمال الطفل وتضمه لصدرها، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. أول ما ضمت موسى لصدرها البنات فرحوا قوي لانه مولاتهم بقت مبسوطه رو هات يا زغاريت، احنا المصريين كده نحب الزغاريت. وبعدين قعدوا يزغرتوا لغايه لما فرعون طلع من القصر من جوا، ايش في ايه؟ قالوا طفل جميل، طفل لعله من بني اسرائيل، اقتلوه. آسي قالت له اهي ظالم، اهي قاسي، اقتلوه، كان نفسي اخلف منك حتة عيل زي بقية الرجالة. كده باللهجة المصرية بتاعتنا، نفسي اخلف منك حتة عيل زي بقية الرجالة، عامل لي فيها بتاع واللي هنا واللي هناك والسبع رجالة، وانت ما بتخلفش زي الرجالة. سيبهولي يا فرعون اتركه لي، لا تقتلوه، قرة عين لي ولك. نفسي في عيل يقول لي يا ماما ايه، ما عندكش رحمة؟ ما فيش في قلبك حنية؟ قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى ينفعنا او نتخذه ولدا. علماء النفس يقول لك جات له على نقطة الضعف اللي عنده، اصابته في مقتل، خلته يوطي وينحني كده وله روحي بيه، روحي، لا انا عاوزك ولا عاوزه. لذلك يعني بعض المتفلسفين يقول لك قرة عين لي ولك لا لا لا، مش هيكون لك ابدا قرة عين. المهم وايه، وطبعا يعدي اليوم وحكاية حرمنا عليه المراضع، ما فيش ولا واحدة راضي يقبل ثديها. وبعدين تيجي اخته، طب والله دي انا عارفه ست طيبه وغلبانه وبنت حلال ومخلفه السنه اللي فاتت يعني عندها ما شاء الله بترضع ولبنها حلو، ايوه طب هتهنى بسرعه. يلتقم ثديها وبقت ايه، فرددناه الى امه كي تقر عينها، وايه كمان، وترضع ولدها وتاخذ اجرها، وعلى اخر اليوم يدوها الاكل لهارون، ابو هارون واخت هارون، والدنيا حاصت.
خلصت فترة الرضاعة، بقى قاعد موسى مع الأم البديلة اللي هي آسيا بنت مزاحم، وتقعد تأكله وتدي له الفتيتة واللقمة والبلحة واللي منه، وياكل على السفرة بتاعت فرعون. فرعون قاعد كده وآسيا قاعد كده، والواد اللي هو كان صغير ده يلعب ويجري كده ويجري حوالين السفرة ويلعب لعبة كنا نلعبوه احنا وصغيرين، ما فاتش عليه كديب السحلاوي، فات ابو سبع لفات ويضرب فرعون على قفاه. لغايه لما والله انا خايف من الواد ده يا آسيا. قالت له آسيا الواد ده قاسي قوي عليا يا آسيا، ده انا بقى قفايا امر عيش يا آسيا. الله ايه الموضوع؟ يكونش هو ده؟ قالت له قال يا فرعون ده عيل ما يعرفش، وفتناك فتونة. مش عاوز انا استرسل في القصه، القصه جميله قوي بس مش هسترسل فيها. كبر موسى حتى اذا بلغ اشده واستوى، واكل فرعون بقى اكل فراعنه. ولذلك بسم الله ما شاء الله عليه، لما ضرب المصري فوكزه فقضى عليه. شوف بقى فوكزه ده راح يحجز بس، ايه انت بتعمل ايه؟ فقضى عليه ضربه قاضيه من اول جوله ما شاء الله واستوى. طيب وبعدين اتعرف انه مين القاتل بعد ما قيدت القضيه ضد مجهول، وراح مدين وزوجه الرجل الصالح اللي هناك اللي كان اسمه شعيب، بس مش شعيب النبي، وقعد 10 سنين وهو وراجع جاته النبوة ورأى النار، اللي كان راح يدور على النار عشان يتدفى هو ومراته في البرد بتاع سينا، وعند الطور كان الوحي إنني أنا الله لا إله إلا أنا. فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. الآيات. طب يا رب وفرعون ده أنا ما أقدرش ده. قال له اطمن، قال له طب أنا نسيت اللهجة المصرية خلاص، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ويا رب عشان واحد عايش في مصر على طول، أخويا هارون هناك وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، دي في آية أخرى قال له هنا، وأشرح رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، وربنا ذكره بالنعم اللي كانت قبل كده، ولقد مننا عليك مرة أخرى. طيب وبعدين وراح اتجرأ سيدنا موسى بعد ما ربنا اداله آيات العصا تنقلب ثعبان واليد تنور زي القمر من غير مرض ولا برص، وراح موسى يستأذن على فرعون، وفرعون كده عدوا دلوقتي 10 سنين بس الشبه مش غريب عليا، أنا فاكره مين ده؟ لقى موسى داخل هو وهارون، وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال ربي إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا إنا معكم مستمعون فأتي فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. قال موسى قال ألم نربك فينا وليدا؟ مش أنت اللي كنت بتقعد على السفرة معايا وتاكل؟ ألم نربك فينا وليدا؟ ولبثت فينا من عمرك سنين؟ وفعلت فعلتك التي فعلت لما قتلت المصري وهربت، وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. أنا ولا كنت أعرف إن أنا أول موكز يروح بالسلامة، ده كان أجله منتهي بس هي الوكزة خلص فيه. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، وأنت يعني مستكثر علي أن أنا أبقى رسول وأنت تستغل بني إسرائيل تستعبدهم. تلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. بدأ فرعون قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما
إن كنتم توقنون. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. كان فرعون ربكم، طب شوفوا مين رب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. خرج من الحجة إلى الإرهاب. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. ما تقابل الحجة بالحجة، لا، اشتغل في الإرهاب. قال ولو جئتك بشيء مبين. قال فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره. الله، هو جاب سيرة الخروج من الأرض، هو قال لكم أن أنا هعمل انقلاب، لكن الحكام لازم يقول لك إيه، تنظيم لقلب نظام الحكم. أنا سنة 81 عندي 20 سنة، ودخلت في قرار التحفظ بتاع السادات، وبعدين جايبين شوية عيال. أنا فاهم نفسي أنا عندي 20 سنة إن أنا داخل أصغر سجين، المفروض كده يعني. وبص الاقي 15 16 17 شوية أولاد في الثانوية، كانوا في مدرسة ثانوية، خدوهم من دام المدرسة وجايبينهم بتهمة قلب نظام الحكم. بيت أقول الله، ده العيل منهم ما يقدرش يقلب طبلية الأكل، هيقلب نظام الحكم إزاي؟ فأدي برضو فرعون. قال الملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه، اسجنهم، أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين، المدن الكثيرة بتاعت مصر، وابعث في المدائن حاشرين أتوك بكل سحار عليم. يا الله، لذلك تحضرنا هنا قصة الشاب اللي قاعد بيناظر الحجاج، والحجاج كان ظالما، لكن يروح فين في ظلم فرعون. ف من ضمن الحاجات يعني، عشان ما يبقاش فيه عند استرسال او استطراد، ان الحجاج بيسأل الولد بيقول له اتحفظ شيئا من القرآن؟ اتحفظ القرآن؟ قال هو الله هو الذي حفظه، انا اللي احفظه؟ إن نحن نزلنا الذكر إن له الحافظون. قال أفاستظهرت القرآن؟ قال أعوذ بالله أن أجعل القرآن وراء ظهري. قال أجمعت القرآن؟ قال أو كان مفرقا حتى أجمع؟ قال ويحك، ماذا أقول لك؟ قال قل أوعيت القرآن في صدرك؟ قال أوعيت القرآن في صدرك؟ قال نعم. قال أقرأ، ما معك؟ قال إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يخرجون من دين الله أفواجا. قال ويحك، يدخلون في دين الله؟ قال كانوا يدخلون في زمانك يخرجون. قال ما أجرأك؟ ما تشيرون علي يا قوم؟ قالوا اقتله فإنه شديد قلة الأدب، اقتله. قال والله لجلساء فرعون خير من جلسائك يا حجاج. قال كيف؟ قال جلساء فرعون استشارهم فقالوا أرجه أخاه، اسجنه، إنما هؤلاء يأمرون بقتله. ده محل الشاهد. ونعود طبعا لغاية لما جاب السحرة وطلبوا منه الأجر وكذا، وجاء وقت المناظرة، وهم أمهر السحرة، وألقوا بحبالهم وعصيهم وكذا، لدرجة إنه سيدنا موسى ربنا بيقول عنه إيه؟ فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، اطمن وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا. فتحت، تخيل العصا تتحول ثعبان وتفغر فيها، وقد ابتلعت 700 عصا وحبل في أرض حلبة المناظرة. طبعا السحر عارفين إنه هي ممكن تنزل وتلعب زيهم لو سحر، إنما تأكل كل الحبال والعصي، هذا مش سحر. عشان كده قالوا ده مش سحر، وخروا لله سجدا، قالوا آمنا برب هارون وموسى. زعل فرعون، آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل. برضو إرهاب،
ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض. يعني أعلم في خيلك اركبه، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى، إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، فإن له نار جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. بدأ فرعون يرتب ازاي ينتقم من السحرة اللي أسلموا. أوحى الله إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. أرسل فرعون في المدائن حاشرين، إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. أي بدأ موسى مع بني إسرائيل واللي آمنوا من السحرة طلعوا هاجروا ليلا، أن أسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. ما هو طبعا ما يقدرش يواجه فرعون لسه. مشوا خدوا من المكان اللي هم فيه في وسط مصر لغاية لما عدوا سيناء اعترضهم البحر اللي هو بنسميه البحر الأحمر. وقفوا أمام البحر، كان فرعون أعد العدة وجمع الجيوش والحشود والجنود، وطبعا دول كانوا ماشيين وإنما ده جايين راكبين، وهم ماشيين في الصحراء ماشيين في الصحراء ها والغبار طالع لفوق. يقوم بنو اسرائيل عند البحر قاعدين بصوا لقوا في غبار طالع في السماء. يا موسى يا موسى ادركنا انا لمدركون انا لمدركون، البحر امامنا وفرعون وراءنا انا لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدين. قرب فرعون فعلا، أول ما اشتد الكرب هان. أوحى الله إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. قيل في 12 طريقا على عدد أسباط بني إسرائيل. وسبحان الله، فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا، مش رهريط ولا تزحلق ولا كذا، لا كأنه ما دخلتهوش المية يبسا. دي الناحية الحسية، لا تخافوا دركا ولا تخشى، ودي الناحية المعنوية. وبقوا ماشيين كده ماشيين، والواحد يحط ايده على المية وهي واقفة زي الجبل كالطود العظيم. مية ولا جبل، مية ولا جبل. وصلوا الشط الثاني بر الأمان، سيدنا موسى جاي يضرب البحر، قال له اترك البحر اترك البحر راه وسيبه زي ما هو، انت مش عديت خلاص مالكش دعوه بالباقي، الباقي ده لسه آيات. فرعون غبي، شاف آية عظيمة زي دي مش يؤمن، مش يقف يفرمل يعمل أي حاجة أبدا. يلا يقول للجيش يلا يلا قبل المية ما ترجع لمجاريها، يلا خشوا في اليبس خشوا في الطريق قبل ما المية ترجع. طب مين العمل المية كده؟ ده أنا فاكر مشهد لقوم إبراهيم لما ألقوه في النار، وربنا قال للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وشافوه في النار يصلي قالوا ما أعظم رب إبراهيم. طب أنت يا فرعون شايف الآية دي قدامك يعني بهذه العظمة بهذا العجب، اقف لا يلا 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 يلا، ويدخل يستحث الفرس والعربيات بتاعته والجنود من وراه لغاية لما توسطوا البحر وكله بقى في وسط المية. عد يا ماء كما كنت، وتلاطمت الأمواج كالجبال. وفرعون يا ولداه زي ما بيقولوا المصريين، يا ولد يدور على اللجام يمسكه ما فيه، السرج يعوم عليه ما فيه، طب فين العربية فين الفرس فين كذا فين كذا. يا موسى إني أغرق أغرق أغرق. اغرق يا فرعون اغرق وغور في 60 داهية، اغرق أو تنفس تحت الماء
على رأس سيدنا الشيخ كشك لما كان يقول عبد الحليم حافظ قال هي هو بيغني إني أتنفس تحت الماء، قال له معجزة جديدة دي إن شاء الله يا عبد. وكان يقول برضو إني أغرق أغرق، وبعدين إني أتنفس تحت الماء، برضو فرعون قال إني أغرق وأغرق، يا موسى أنقذني يا موسى. وبعدين قال طب ما أعمل لعبة يمكن تفلح زي ما فلحت قبل كده في حكاية ادعو لنا ربك بمعاهد عندك. فهنا قال لا إله إلا، عاوز يقول إلا الله لم يجدها أضله الله، فقال إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. غرق فرعون وحكى الله نهايته، وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. سبحان الله، ننجيك ببدنك يعني هنلقيك على الشاطئ، مش هنخليك في البحر مثل بقية الجنود والحشود، لأنه هيقولوا ذهب مع آلهة البحار، هنلقيك مكشوف السوء على البحر على الشاطئ، وألقي وحنط، ولغاية النهاردة الناس بتتفرج عليه في المتحف المصري في ميدان التحرير، ولقوا الملح في أذنيه وفي أنفه، ولما أصابه العطب وراحوا يفكوا إيديه معمول بلفائف معينة، أول ما فكوا اللفائف عن إيديه لقوا عامل كده وفكروا إنه فرعون صحي. وبعدين لقوا الحركة دي بس هي دي الحركة دخلوا يلعبوا له كده في ايديه، الله ده ما بيتحركش، اللهم ليه حكايه كانت ايدي، فقالوا حركه الغريق وهو يريد ان يتشبث بقشه. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. هل رايت من اله يغرق؟ هكذا كانت نهايه فرعون، غرق. فهل يغرق الاله؟ وبذا نكون قد اتينا على قصه فرعون من بعد قصه النمرود، وناخذ استراحه خفيفه ونرجع نستكمل إن شاء الله تعالى. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.